السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي، سكند ترم او ترم 2 الترم الثاني. وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية بيج 38 او صفحة 38، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Page 39 عنوانها Counting Votes. Counting يعني عد، وVotes الأصوات اللي هي بتاعت التصويت. طبعا لما بنيجي نعمل اي تصويت او اي استفتاء واجمعكم مثلا كلكم واسألكم عن رأيكم في حاجة معينة، فمثلا في ناس بتبقى موافقة على الحاجة دي فبيقولوا yes او نعم، وناس تانية بتقول no او لا. طبعا الصوت الواحد اللي بيقول yes او no ده اسمه one vote او صوت واحد. فالvotes دي او الاصوات الخاصة بالvoting ده او بالتصويت ده بيحصل لها counting او عد. فانا دلوقتي هعمل counting للvotes او عد للتصويت الاصوات اللي انت قلتوها. بس هنا بنتكلم عن cities او عن المدن اللي احنا خدناها في الحلقات اللي فاتت. هناخد بعض cities او المدن وهنتكلم عنها. في ناس هتأيد كل مدينة ويقولوا عليها yes، اكتر مدينة هتاخد عدد اصوات هنشوف هي مين، اقل مدينة هتاخد عدد اصوات هنشوف هي مين. فهنا ده اسمه counting votes او عد الاصوات الخاصة بعملية التصويت. وبيقول لنا هنا record يعني سجل the votes عدد الاصوات for each city لكل مدينة. answer اجب the questions الاسئلة that follow التالية للتيبل ده او للجدول ده، الاسئلة اللي هتيجي بعد منه. فهنا التيبل مكتوب فيه cities along the Nile أو المدن على طول نهر النيل. أسوان مدينة أسوان، الفيوم مدينة الفيوم، أسيوط مدينة أسيوط، جيزة مدينة الجيزة، ألكسندريا مدينة الإسكندرية. وهنا total number أو إجمالي الأصوات، total يعني إجمالي، ونمبر طبعا العدد الإجمالي الخاص بالأصوات بتاع كل مدينة. وطبعا مدينة هنا في الآخر مكان فاضي، لو عايزين نزود سيتي تانية ممكن نزودها بشرط إن هي تكون موجودة على نهر النيل. وطبعا مدينة مكان فاضي قدامها نكتب فيه عدد الأصوات بتاعتها. فطبعا إحنا الكلام ده المفروض هنعمله في الكلاس روم. فلو قلنا مثلا إن أسوان جالها votes او عدد اصوات مثلا ب 8 students وافقوا عليها، فكده اسوان بقى نكتب هنا قدامها 8. طب الفيوم لو قلنا الفيوم جالها مثلا 5 students وافقوا عليها قالوا yes، فنكتب هنا 5. طب لو اسيوط جه قدامها مثلا 3 students او 3 اصوات، فنكتب هنا 3. طب الجيزة لو جه مثلا قدامها 20 students او 20 طالب قال يس للجيزة، فهنكتب هنا 20. والكسندريا لو جه مثلا قدامها 15 students قالوا عليها يس، فهنكتب قدام الكسندريا هنا 15 او 15. فهنكتب هنا الاصوات الخاصة بكل city او بكل مدينة. وبعدين بيقول لنا هنا answer the question that follow، أجب الأسئلة التالية بعد كده يعني. فبيقول لنا هنا put the five cities المدن الخمسة with the most votes اللي هي صاحبة أكبر عدد من الأصوات in order بالترتيب from most من الأكتر من الأغلب to least للأقل. فهنكتب طبعا هنا المدن صاحبة الأصوات الأعلى، وبعدين هنفضل ماشيين لحد ما نوصل للمدينة صاحبة least votes او الاقل عدد من الاصوات. فمثلا احنا قلنا ان الجيزة هي صاحبة اكبر عدد من الاصوات كان 20، فهنكتب هنا جيزة.
بعد كده الكسندريه كان فيها 15، هنكتب هنا الكسندريه. بعد كده مثلا جه اسوان كانت فيها 8، فهنكتب هنا اسوان. بعد كده الفيوم كان فيه 5 فوتس، فهنكتب هنا الفيوم. اخر حاجه اسيوط، هنكتب هنا اسيوط لان كان ليها 3 ستودنتس بس، فهنكتب هنا اسيوط لان هي صاحبه الليست فوتس. وطبعا دي مش اجابه نموذجيه، ممكن حد تاني يكون عنده اجابات تانيه. طبعا ده طبقا لعدد الفوتس او للكاونتنج اوف فوتس الخاص بالكلاس بتاعك. المهم ان انت تكون عارف الاجابه الخاصه بالسؤال ده تكون شكلها عامل ازاي. السؤال التاني بيقول look انظر at the map، at the map على الخريطه، on the page في صفحه how far away is Giza، how far away is Giza، كم تبعد مدينه الجيزه. احنا خدناها قبل كده اللي هي كانت page 20 زي ما احنا شايفين قدامنا. الماب دي او الخريطه دي اللي في صفحه 20 او صفحه 20 بتاعت how far away is Giza بيقول لنا انظروا عليها، فعايزين نعرف هننظر عليها نعمل ايه. وبيقول لنا put ضع the 5 cities الخمس مدن was the most votes اللي صاحبت اكبر عدد من الاصوات in order بالترتيب from من the north، the north، north الشمال to the south، to the south للجنوب. يبقى هنشوف المدن بالترتيب بتاعها من الشمال من النورث للساوث او للجنوب. فزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي ده النورث، النورث او الشمال، وطبعا الساوث، الساوث او الجنوب. اول مدينة طبعا كان ليها اكبر عدد من الاصوات هي مدينة الجيزة زي ما احنا عارفين كلنا، فهنا الجيزة. بجه بعد منها الكسندريا، الكسندريا اهي. وبعدين جه بعد منها اسوان، اسوان، اسوان اهي. وبعدين جه بعد منها الفيوم، الفيوم اهي. واخر حاجه كانت موجوده عندنا هي اسيوط، اسيوط اهي. طيب ده النورث وبعدين ده الساوث، فالمفروض هنرتبهم طبعا طبقا in order from north to south. فهنكتب عندنا هناك الكسندريا، بعد الكسندريا على طول جيزه، بعد الجيزه على طول فيوم، بعد الفيوم على طول اسيوط، بعد اسيوط هيجي في الاخر اسوان. فهنكتبهم بالترتيب ده: الكسندريا، جيزة، الفيوم، اسيوط، وفي الاخر خالص اسوان اللي هي موجودة في الساوث زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا page 39 وعرفنا ازاي نكتب المدن in order from north to south او من الشمال للجنوب. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 40 او صفحة 40 وعنوانها graphing the weather. graphing نحن نعمل رسم بياني، the weather طبعا للطقس. هنا بيقول لنا use استخدم the numbers، the numbers الارقام، on the في my weather report، my weather report تقرير الطقس الخاص بـ page الصفحة اللي كان فيها my weather report اللي احنا عملناها قبل كده، وهي طبعا كانت page 14 او صفحة 14 هي البيج دي my weather report. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا اللي هو تقرير الطقس الخاص بـ، بيقولنا نستخدمها to graph ان احنا نعمل رسم بياني the daytime temperature درجة الحرارة الخاصة بوقت النهار، you recorded، you recorded انت سجلتها في الصفحة هناك below في الرسم الموجود بالأسفل، و on the next page، on the next page في الصفحة اللي بعد كده graph the night time temperature يعني مثل درجة الحرارة الخاصة بوقت الليل تمثيل بياني في الصفحة اللي بعد كده، then ثم بعد ذلك answer the questions أجب على الأسئلة. فزي ما قلنا هنرجع لبيج 14 أو صفحة 14، طبعا هنلاقي نفسنا هنا مسجلين البيانات الخاصة بوقت النهار أو daytime temperature درجة الحرارة الخاصة بوقت النهار، والnight time temperature أو درجة الحرارة الخاصة بوقت الليل. هناخد الdaytime temperature والnight time temperature. الداي تايم تمبريتشر هنمثلها وهنعملها جراف
على الرسم البياني الموجود في page 40 هنا. فمثلا الداي 1 او اليوم الاولاني لو كانت درجة الحرارة مثلا 20 فهنظلل هنا العمود ده لحد رقم 20. لو كان داي 2 درجة الحرارة موجودة فيه مثلا لحد 28 فهنظلل هنا وهنلون العمود ده او البار ده لحد 28 وهكذا لحد ما نوصل لداي 7. ده داي تايم تمبريتشر او درجة الحرارة الخاصة بوقت النهار. اما في بيج 41 او صفحة 41 فبنتكلم عن نايت تايم تمبريتشر او درجة الحرارة الخاصة بالليل. نفس النظام داي 1 هنلون العمود او البار ده لحد ما نوصل لدرجة الحرارة الخاصة بداي 1 وداي 2 هنلون البار ده لحد ما نوصل لدرجة الحرارة الخاصة بيه وداي 3 نفس الكلام هنلون البار ده لحد ما نوصل لدرجة الحرارة الخاصة بداي 3 وهكذا لحد ما نوصل لداي 7 او لليوم السابع. وبيقول لنا هنا تحت البار جراف ده او الرسم البياني ده What is the highest temperature we recorded؟ ايه اعلى درجة حرارة احنا سجلناها؟ فهنكتب هنا ال highest temperature we recorded او درجة الحرارة الاعلى اللي احنا سجلناها هنكتبها هنا. وبيقول لنا في السؤال التاني What is the lowest temperature we recorded؟ ايه هي اقل درجة حرارة احنا سجلناها؟ فهنكتب هنا اقل درجة حرارة احنا سجلناها. طبعا الاسئلة دي خاصة بالday time والnight time، هنكتب اعلى درجة حرارة واقل درجة حرارة كمان. يعني لو اعلى درجة حرارة كانت موجودة في الداي تايم هنكتب الدرجة دي هنا، اما لو اعلى درجة حرارة كانت موجودة في وقت الليل هنكتبها هنا. نفس النظام في اللوست تمبريتشر او في اقل درجة حرارة، لو هي كانت موجودة في الداي تايم هنكتبها هنا، اما لو كانت موجودة في النايت تايم فهنكتبها هنا. المهم هنكتب هنا اقل درجة حرارة وهنكتب فوق هنا اعلى درجة حرارة احنا سجلناها. والسؤال التالت بيقول لنا What is the difference between ما هو الفرق بين the highest and lowest temperature، الفرق بين درجة الحرارة الأعلى والأقل؟ فطبعا هنطرح الأقل من الأعلى هنا وهنكتب الفرق بينهم ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 42 أو صفحة 42 وعنوانها What I learned. What I learned، ماذا أنا تعلمت؟ أنا تعلمت إيه؟ فهنا بيقول لنا think about، فكر في the questions، the questions الأسئلة، write your answers، اكتب إجاباتك، in complete sentence، in complete sentence في شكل جمل كاملة. فبيقول لنا هنا what is the most important thing you learned about the geography of Egypt، ايه أهم حاجة انت تعلمتها عن جغرافيا الخاصة بمصر؟ فهنا المفروض هنقول The most important thing I learned about the geography of Egypt is erosion. Erosion أو عوامل التآكل والتعرية. طبعا إزاي هي بتغير شكل الصحراء أو الديزرت، وإزاي بتغير كمان شكل الصخور أو الروك، واتعلمنا ده وعرفنا ده قبل كده. طب في السؤال التاني بيقول لنا Where have you seen erosion in your city؟ Where have you seen، أين أنت رأيت erosion، عوامل التآكل والتعرية، in your city، في مدينتك؟ فطبعا أنا هقول I saw erosion in my city in مقطم plateau. مقطم plateau أو هضبة المقطم. طبعا في القاهرة هنا في حاجة اسمها هضبة المقطم، الناس بتقول عليها جبل المقطم، هو مكان صخري كده كبير. المكان ده واضح جدا عليه تأثير الإروشن أو عوامل التآكل والتعرية، الصخور إزاي فيها أجزاء منحوتة بفعل الرياح ومتغير فيها حاجات كتير. أما السؤال الثالث بيقول لنا How does weather، إزاي الطقس، affect you every day، affect you every day، بيأثر عليك كل يوم؟ طبعا The weather affects me every day when I'm planning to go out to the school or to my work. فالوزر بيأثر عليا طبعا لما باجي اخطط ان انا اخرج اروح المدرسة او اروح شغلي او عملي. فدي الاجابة بتاع السؤال ده. والسؤال الرابع بيقول What do you have، ماذا لديك، to think، لتفكر، about، في، when planning a trip. المفروض ان انت لما تيجي تفكر ان انت تخطط trip او رحلة
بتفكر في ايه؟ فطبعاً when I'm planning a trip I have to have a checklist. التشيك ليست دي او القائمة دي بكتب فيها الحاجات اللي انا لازم اخدها معايا، اعلم قدام كل حاجة انا اخدتها معايا بالفعل او حققتها بالفعل قبل ما اروح واطلع التريب دي. فلما اجي اعمل بلاننج لاي تريب لازم يكون عندي تشيك ليست او قائمة تحقق، قائمة تدقيق او قائمة اقدر اتأكد بيها ان انا اخدت كل حاجة معايا علشان منساش اي حاجة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لاخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول، وعنوانها My Self Assessment. My Self Assessment او التقييم الشخصي بتاعي، تقييمي الذاتي. وطبعا البيج دي بنقيم فيها نفسنا وازاي قمنا بعمل جماعي مع التيم بتاعنا في الكلاس روم. فبيقول لنا هنا read each statement، اقرا كل جملة. For each row، في كل row في كل صف. Color the stars، لون النجوم. In the box، في الصندوق. That describes، اللي بتصف your effort، المجهود بتاعك. فأول حاجة academic content أو المحتوى الأكاديمي زي ما عرفنا قبل كده. وانت بتاخد ستار واحدة او نجمة واحدة لو بينطبق عليك الكلام المكتوب هنا، والكلام ده بيقول I can identify، انا اقدر احدد information، المعلومات about a city، عن مدينة in Egypt في مصر. with help، بالمساعدة from the teacher، من المعلم or a classmate او زميل من زملاء الفصل. لو انت الشخص ده المفروض بتاخد ستار واحدة. طب لو انت الشخص التاني اللي بياخد 2 stars المفروض تكون I can identify، انا اقدر احدد accurate information، معلومات دقيقة about a city in Egypt، عن مدينة من المدن في مصر. لو انت الشخص التالت اللي بياخد 3 stars ده المفروض بينطبق عليك الكلام المكتوب ده اللي هو I can identify accurate information، انا اقدر احدد معلومات دقيقة that is engaging and interesting، متضمنة وشيقة about a city in Egypt، عن مدينة من المدن في مصر. لو انت الشخص ده المفروض تاخد 3 stars. طب الرو التاني او الصف التاني مكتوب فيه quality of performance. quality of performance او جودة الاداء 1 star. لو انت I spoke softly، انا بتكلم بصوت منخفض without expressions، بدون اي expressions اي تعبيرات او مصطلحات. or was hard to understand، او كان من الصعب على الناس ان هم يفهموني. لو انت الشخص ده هتاخد 1 star. 2 stars لو انت I spoke، انا تحدثت clearly بوضوح and with good expressions، وبتعبيرات جيدة. لو انت البيرسون ده هتاخد 2 stars. 3 stars لو انت I spoke clearly، انا تحدثت بوضوح with excellent expressions، مع تعبيرات ممتازة. and was specially engaging، وكانت جذابة جدا الاكسبريشنز بتاعتي. لو انت قدرت تعمل ده هتاخد 3 stars او 3 نجوم. والرو التالت او الثيرد رو مكتوب فيه life skills. life skills او مهارات الحياة، تاخد 1 star لو انت I need، انا احتاج more help، مساعدة اكتر. giving feedback، ان انا اعطي feedback، ان انا اعطي نتائج، نتائج وردود افعال. and using it، واستخدمها effectively بشكل فعال. لو انت الperson ده هتاخد 1 star. لو انت عايز تاخد 2 stars لازم تكون I gave general feedback، انا اعطيت feedback، انطباع عام. that was helpful، وهو كان مساعد، كان بيساعد الآخرين. and used feedback، واستخدمت الانطباعات التانية to improve my performance، علشان أطور الأداء بتاعي. وآخر حاجة بتاخد 3 stars لو انت البيرسون ده وهو I gave specific feedback، انا أعطيت انطباع ونتائج محددة. that was helpful، كانت بتساعد وكانت مفيدة جدا. and used feedback، واستخدمت نتائج التانية to improve my performance، لأطور my performance، الأداء الخاص بي. كده نكون أنهينا البيج دي وأنهينا معها شابتر 1 وأنهينا درس النهاردة.
المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي في شابتر 2 Cities and People of the Nile أو المدن والناس الموجودين على نهر النيل. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.